خير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الثلاث 7 نوفمبر 2023. والحقيقه انه موضوع فلسطين مازال شغال معانا وشكله هياخد وقت، بالرغم من اننا في لحظات حساسه وحاسمه بعد اعلان اسرائيل انها طوقت قطاع غزه بقوات بريه، وتكهنات بان الاجتياح البري، يعني لغاية دلوقتي في بعض عناصر أو نماذج من القوات بتدخل، بعضها بيكمل، بعضها بيتضرب حاجات من حماس، بعضها بيتراجع، لكن الاجتياح البري الحاسم لسه ما حصلش، وقد يكون في خلال ساعات. لكن احنا دورنا مع كل الرأي العام العالمي ان احنا نستمر في الضغط. والحقيقة انه بدأت أصوات كتير تطالب بمحاكمات دولية عادلة لإسرائيل، لأن التحقيقات تابعة للحكومة وقائم عليها أجهزة لن تكون محايدة أبدا بعد ما ارتفع عدد الشهداء لما يزيد عن 10,000 شهيد وصل 12,000 و27,000 جريح. فطبعا دي جرائم إبادة جماعية مش بس جرائم حرب. فهتلاقوا مثلا انه وزير الإعلام الفلسطيني نبيل عمرو، هو وزير إعلام سابق يعني، بيقول ان المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحقق في جرائم إسرائيل في غزة حتى لو لم تكن تل أبيب عضو في المحكمة الجنائية الدولية. نقيب الأطباء في مصر دكتور أسامة عبد الحي بيقول ما تفعله إسرائيل في غزة يتصف بدرجة عالية من الإجرام والعجرفة وسياسة فرض الأمر الواقع. ونقابة الأطباء بعد أن تقدمت يعني بالعزاء لأسر الشهداء الفلسطينيين تطالب المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية. البعض يتحدث عن أنه في إسرائيل هناك مخاوف من هذه المحاكمات الدولية لأن هيكون فيها إدانات واسعة النطاق، وإذا حكم أي بني آدم عقله واللي بيشوفه فلن يصدر إلا قرارا واحدا بأن مسؤولي هذه الدولة مجرمون، قولا واحدا. إسرائيل تلعب دور الضحية وتهاجم، يعني تطلع تعيط قدام الكاميرات وتهاجم وتقتل وتدبح وتستخدم فسفور أبيض وترمي قنابل تموت في المرة مئات البشر، مش فارق معاها. لكن هناك مخاوف إسرائيلية من محاكمة جنائية دولية، رغم أنها تعطي انطباعا دائما أنها لا يعني يهمها المجتمع الدولي ولا الأجهزة الدولية، وتطالب يعني في أكتر من وزير خارجية إسرائيلي اللي طالب أمين العام للأمم المتحدة بالاستقالة لما طلع تقرير في إدانات لما تفعله إسرائيل. رئيس الوزراء الفلسطيني يندد باقتطاع إسرائيل لأموال السلطة، و يعني يطالب بالمحاكمة الدولية للمجرمين من قادة إسرائيل. الحقيقة احنا شفنا رئيس الوزراء الفلسطيني في فيديو النهاردة وهو بيذكر أو بيترحم على الشهداء الأطفال، وهم 3 أطفال لقوا يعني في فيديو كده الأطفال بتدور على أهليها وسط الجثث، وبكى الحقيقة وتألم وتألمنا معاه. مشكلة فلسطين لا حل لها إلا كما يقول العقلاء بالجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء هذه الأزمة للأبد. يدوروا لهم بقى على ناس تانية بالوكالة في حتة تانية، يدوروا على قاعدة جديدة ينشئوها، حماس جديدة، قسام جديدة، جبهة نصرة جديدة، حزب الله جديد، حوثيين جداد، أهم إيه يدوروا، والمقاطيع ملايين الشوارع ممكن يعني ايه يشتروهم ويعملوا قلاقل في حتت تانية. لكن احنا في الشرق الاوسط الحقيقة خلاص تعبنا واتخنقنا، ورغم ما حققته حماس ان هو يعني يشار اليه بانه اول مرة يطال
سلاح فلسطيني او عربي بقى بشكل عام من ساعه حرب 73، لانه العرب بيقولوا ان هم ورا فلسطين وان هم عايزين لها دوله مستقله وان هم عايزين لشعبها حياه كريمه. فاول مره يطال سلاح عربي الداخل الاسرائيلي بضربات موجعه لدرجه احرجت رئيس الوزراء وحكومه اسرائيل بالكامل. هل بقى السؤال بقى الكبير، هل هيكون في قرار من الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية يؤدي لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين؟ هو ده السؤال. أم أن زي كل مرة، ويمكن أنا سألت السؤال ده امبارح لضيفي الكريم، هتعدي الحكاية زي ما عدت مدرسة بحر البقر وكانت جريمة مفجعة ضد الأطفال، وعدت مجزرة دير ياسين وقانا ومجازر كتير الحقيقة، وكان في أريال شارون مسؤول عن أحدها، وكان الطبيعي إن الكل بيتوقع إن هو يتحاكم دوليا وما حصلش حاجة. اللي بياخد ضمانة من أمريكا إن محدش هيجي جنبه زي عمر البشير لما قالوا ده مجرم حرب، وكان في قرار بالقبض عليه من الجنائية الدولية في لاهاي، وقالوا لو خرج بره المجال الجوي السوداني، وخرج وراح وجي وعمل كل اللي هو عاوزه. اللي بيلعب لمصلحة أمريكا، بس لعبة مش نضيف عشان بس ما الناس تقول طب ما نلعب لمصلحة أمريكا، لا ده احنا بندفع تمن ان احنا ما بنلعبش لمصلحة أمريكا، احنا بندفع تمن. اللي بيروح يمول بنزين النهاردة بيشوف انه بيدفع تمن الموقف المشرف اللي هو موافق عليه واللي بتتخذه بلده. 600 شاحنة من المساعدات اغلبها من دم المصريين، عشان ما يطلعناش حد يزايد علينا ويقول لنا انتوا لازم توقفوا شغل، لازم تروحوا تحاربوا. لو الكلام العبيط اللي قاله نصر الله، قال لك لو رؤساء وملوك الدول العربية وزوجاتهم راحوا اعتصموا عند معبر رفح لن تستطيع مش عارف ايه ان تمنع دخول مين منين. ايه ده ايه ده ايه الكلام ده؟ هي فنجره بق وخلاص. ماذا تقدمون انتم للقضيه؟ بتكلم بقى بشكل عام، اللي بيفتح بقه يقول لنا بيقدم ايه للقضيه. الشاحنات اللي دخلت دي من دم المصريين وبعض النماذج الرمزيه لبعض الدول، وليل ونهار جايين رايحين، وليل ونهار تليفونات، وليل ونهار هنعمل ايه، غزه ايه، اسرائيل ايه، ونعمل. والمحصله ان الناس دي بتموت لوحديها. النهارده هيكون عندنا فقرتين حوار. اول فقره هتكون عن المطالبات بالمحاكمات الدوليه للنظام الاسرائيلي الحالي و فرض عقوبات حقيقية يتم تنفيذها، وبسبب طبعا ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. احنا بنتكلم دلوقتي في يعني داخلين على 30,000 ما بين قتيل وجريح. هيكون معانا فيها الأستاذ محمد الششتاوي الباحث الحقوقي والسياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي. الشنتناوي طيب هيكون معانا فقرة تانية بقى عن الشغل، عن الإنجاز بقى. يمكن حضراتكم شفتوا صور المونوريل الجديد اللي هو من مدينة نصر للعاصمة الإدارية، ده يعني تشغيل تجريبي، وفي صور اتنشرت في الجرايد. الحقيقة شيء محترم وراقي جدا، ومن جوه في منتهى الشياكة ومنتهى النظافة، منتهى التحضر. أن تسعى الدولة باستثمارات بهذا الحجم انه يبقى فيه راحة للمواطن المصري يروح شغله ويرجع ويروح كمان. انتوا عارفين انه في اوروبا الناس بتركن عربياتها وبتركب المواصلات العامة، لان المواصلات العامة مش زحمة، ولانها نظيفة، ولانها بتقيس تمن التذكرة في مقابل تمن البنزين، وبتفضي الشوارع وبتقلل التلوث. يعني موضوع ليه فوائد كتير، خصوصا لما يكون واحد رايح شغله، مفيش داعي ان هو ياخد عربيه قد كده ويدفع ثمن الوقود ده كله، هي تذكره واحده. فاللي رايح العاصمه الاداريه وهيقدر يروح بتذكره، انا معرفش هي هتبقى كام لغايه دلوقتي، لكن لا اتوقع انها تكون رخيصه وفي متناول الجميع اللي هو رايح شغله البسيط في اي حته.
لكن العاصمة الإدارية ليها أوتوبيسات وفي ناس عندها سكك وفي ميكروباصات وكل حاجة من مدينة السلام أقرب حاجة، لكن اللي هيتمتع بهذا المونوريل اللي بيشوف فيه المناظر من أعلى شوية كده ويروح في وقت قياسي ويقدر يخلص شغله ويخلص صفقاته ويخلص اللي وراه، أنا أعتقد أن ده هيبقى مستوى جديد من الحضارة. ولابد زي ما قلنا نتكلم ونوجه ونوضب ونلاحظ ونثبت الجرائم ونساعد، ده كل ده تراك. التراك التاني نشتغل بقى، نشتغل عشان نبقى دولة قادرة تساعد. تعالوا نبتدي بأخبارنا ونبدأها قبل الأخبار أقول لكم بقى موضوع المونوريل ده هنعمل فقرة، يعني الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة بني سويف هيكون معانا للحديث عن المعرض الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات. دي الدورة الخامسة لهذا المعرض اللي بتجري على هامشه مذكرات تفاهم وقعت بالفعل لاستثمارات في مجال النقل. وهنجيب سيرة أكيد المونوريل وقد كده ممكن يبقى مفيد للمصريين قد إيه. نبتدي بقى الأخبار. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي النهاردة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار التشاور المستمر بينهما بشأن الأوضاع في قطاع غزة. خلال الاتصال تم استعراض النتائج والاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف. الرئيس المصري يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإيقاف إطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء. ماكرون يعرب عن تسمين بلاده لدور مصر السياسي والإنساني خصوصا على صعيد تقديم المساعدات وتنسيق إيصالها لغزة واستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب. والرئيسان اتفقوا على استمرار التنسيق والتشاور بشأن أي تطور بالشرق الأوسط. أيضا تلقى السيد الرئيس اليوم اتصال هاتفي من السيد دينيس بيشيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك وهو الرئيس المقبل للمجلس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين البلدين خصوصا مجالات السياحة، زيادة معدلات التبادل التجاري، التعاون الثقافي، قطاع التدريب وبناء القدرات. وأيضا تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتوافق حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة دون عوائق، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. بالمناسبة هنا في سؤال مهم جدا. النهاردة لأول مرة بنيامين نتنياهو في نشرات الأخبار بعد 32 يوم من الحرب الضارية على غزة والإبادة الجماعية يتحدث عن هدى تكتيكية، فما حدش عارف يعني ايه هدى تكتيكية. العالم كله بيطالب بهدى إنسانية عشان الناس اللي بتموت دي تلحق تاخد نفسها، واللي بيتعالج يروح يتعالج، واللي ما عندوش مكان في المستشفى يلاقي وقود و وتستمر بعثات بقى الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني يشتغل بقى شغله، والمستشفيات اللي فيه 16 منها وهم 35 كلهم أول عن آخر خرجت 16 بره الخدمة مبارح من كتر الضرب اللي بيحصل. ده حديث العالم. نتنياهو بقى يتحدث عن هدى تكتيكية اللي هو بقى إيه، هو يشم نفسه ويعيد إيه تكوين و تماسك قواته وخططه علشان يخش يطحن اكتر. معرفش ده المعنى بتاع الهدن التكتيكيه ولا ايه، هنسال ضيفنا الكريم. طيب كمان يعني كان في حديث عن دفع مسار احياء عمليه السلام والتسويه العادله للقضيه الفلسطينيه على اساس حل الدولتين. الرئيس السيسي استقبل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA اليوم في قصر الرئاسة. مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز حضر المقابلة رئيس المخابرات
العامة اللواء عباس كامل. وخلال اللقاء تم التأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، دور مصر المحوري في حفظ الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الموقف الفوري، الموقف الدولي اللي بيؤيد ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين. شوف فيديو ونرجع مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، في حين أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية. سيادة اللواء حسن الشريف المسؤول السابق بالمخابرات الحربية المصرية، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور يا فندم. سيادة اللواء، يعني أكيد زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA لمصر في توقيت بدأ نتنياهو لأول مرة يتحدث في نشرات الأخبار اليوم بعد 32 يوم من دك قطاع غزة عن هدن تكتيكية، ففي رأي سعادتك يعني طبعا هذا النوع من الزيارات ما بيبقاش في تفاصيل كتير غير الجمل الإجرائية الإعلامية يعني، لكن في رأي سعادتك الزيارة، هو طبعا بيجيلنا كتير الحقيقة الفترة اللي فاتت، الزيارة أهميتها وتوقيتها وإيه الإمكانية إن احنا نخرج بسقف من وقف إطلاق النار، عمل هدنة إنسانية، البدء في مفاوضات مباشرة. مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. الأول احنا نقدر نقول ان ال 32 يوم منذ يوم 7 اكتوبر بداية الاعتداء الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين يعتبر يعني حاجة مصر واقفة ضد هذا المبدأ، ومن بدايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن موقف مصر صراحة، وإن مصر طبعا لها دورها المحوري سواء إقليمي أو دولي في كافة المشاكل الدولية. إحنا إخواننا وأشقائنا الفلسطينيين في غزة، الضرر الكبير اللي واقع عليهم، الرئيس السيسي لم يتوانى إطلاقا في إن هو يساعدهم بأي صورة من الصور. أكيد. كتير نادى بإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وفتحت مصر حدودها بالإمدادات إن هي توصل للأشقاء سواء إمدادات طبية أو مساعدات إنسانية نظرا للتجويع اللي عملته إسرائيل للأشقاء الفلسطينيين في غزة. موقف مصر معروف جدا مع فلسطين منذ سنين مضت. الرئيس السيسي لما استقبل النهاردة السيد ويليام بيرنز، السيد ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هنا في مصر، ده دلالة أكيدة على قوة مصر، وأمريكا عارفة إيه دور مصر كويس جدا جدا في هذه القضية وإيمانها، والمحددات اللي الرئيس السيسي محددها
ضرورة إيقاف الاعتداء الإسرائيلي اللي بتشهده غزة يوميا، واللي احنا بنشوفه اللي تعدى الوقت 10,000 قتيل شهيد من إخواننا الفلسطينيين. هل يا فندم حضرتك سعادتك كرجل معلومات بتستقرئ انه قد يكون قريبا ان احنا نحصل على هدنة إنسانية؟ يعني العالم يتحدث عن هدنة إنسانية من أجل العدد الرهيب ده، داخلين على 30,000 بين شهيد وجريح، وطبعا التجويع والمشردين بالملايين ومليون نازح من بيته، وهو نتنياهو يتحدث عن هدن تكتيكية. فياريت سعادتك توضح لنا الموقف على الأرض من وجهة نظر المعلومات اللي أصبحت أكبر قوة في العالم دلوقتي إيه؟ بدون شك الاعتداء اللي استمر 32 يوم، أنا متوقع أن نظر للمجهودات الجبارة والكبيرة والعظيمة اللي بذلها الرئيس السيسي ودولة مصر العظيمة في هذا الاتجاه، وتأثيرنا الدولي على كافة الدول الصديقة اللي الحمد لله مصر بتتمتع بعلاقات قوية جدا بكل الدول، هيكون لها تأثير بالغ في تحقيق فعلا هدنة تكتيكية زي سيادتك ما اتكلمت وقلت وتفضلت بأن الهدنة دي قريبا جدا هتحصل، حماية لأشقائنا الفلسطينيين وإيقاف الدماء والنزيف الحادث حاليا. قريبا سيادتك هتسمع على هذا الكلام، بالذات أن العالم كله بدأ يقتنع بوجهة نظر مصر. ده صحيح وبنشوفه في المظاهرات اللي في عواصم الدول كلها. طب بالنسبة يا فندم لحجم الخسائر في الجيش الإسرائيلي، هل حضرتك بمعلوماتك شايف إنها قوية ومؤثرة وذات تأثير ممكن يخليه يغير اتجاه تفكيره في الحرب، ولا هم خلاص طوقوا قطاع غزة دلوقتي وإحنا على باب الاجتياح البري الشامل اللي حيموت فيه آلاف جديد؟ أنا بشكر سيادتك السؤال ده، فعلا سؤال كويس جدا جدا. بدون شك المقاومة الفلسطينية حققت خسائر بالغة للجانب الإسرائيلي كويس في كافة العتاد والأفراد، فبالتالي ده هيكون من ضمن أحد الأسباب غير الموقف العالمي للجوء أو رجوع إسرائيل لقبول هدنة تكتيكية اللي هي ليها إن شاء الله هدنة كاملة وحماية لإخواننا الفلسطينيين في غزة. طيب أنا بشكرك جدا سيادة اللواء حسن الشريف المسؤول السابق بجهاز المخابرات الحربية المصرية، شكرا جزيلا لسعادتك. نروح مع حضراتكم لانطلاق أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ، بمشاركة نيافة الحبر الجليلي الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وبرعاية رئيس الدولة انطلقت أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ اللي بينظمها مجلس حكماء المسلمين في أبو ظبي. شارك في الحديث الأزهر الشريف وعدد كبير من قادة الأديان في العالم، ونتمنى أنه يعني الأديان تشير على الأنظمة باحترام القوانين الطبيعة وعدم ذكر أو يعني عدم التمادي في تلوث أكبر للبيئة، بل بالعكس ربما تقنع شعوبها هذه القادة، وبالتالي الشعوب يضغطوا على الأنظمة إنها تحقق الوعود اللي تم الوعد بيها في كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي، إنه يكون بقى المرة دي كوب 28 في الإمارات العربية المتحدة يكون في تحقيق لهذه الوعود. أهم هذه الوعود وعلى رأسها تمويل الدول بأموال لتحقيق طاقة واقتصاد أخضر مستدام، علشان الدول اللي بذلت جهد كبير ومن ضمنها مصر الحقيقة في الانتقال للطاقة الخضراء تستحق إنها تمول بمشروعات تخليها كل مصنع عندها بينتج شيء يتحول من الانتاج عن طريق الطاقة والمعدات اللي ممكن تكون ملوثة إلى طاقة خضراء وإنتاج أخضر. كمان
موضوع سندات الكربون اللي تم اقتراحه والموافقة عليه في كوب 27، ده موضوع مهم جدا جدا جدا. ده تعويضات ان كل مصنع بيقدم انه انا وفرت 20 30 40% تلوث من المسيل بتاعي. معروف طبعا كل المصانع اللي فاتت تنتج كاوتش بتطلع تلوث قد ايه، بتنتج مش عارف ايه في العربيات ضفاير كهرباء بتطلع تلوث قد ايه، انا قدرت اوفر. ده بيبقى سند من بياخد قدامه تعويض يعني. وغير كده افكار كتيره حلوه جدا تم الاتفاق عليها في كوب 27، لكن زي بيقولوا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني العالم في حرب روسيا اوكرانيا ولم تنتهي الحرب بعد، ودخل في حرب اسرائيل حماس، وماشي معانا ازمه اقتصاديه طاحنه في العالم كله، وده ادى الى انه ما حدش التزم حتى بال100 مليار اللي كانوا متفقين عليها في اتفاق باريس للمناخ. نروح معاكم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي ترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لسه كنا بنتكلم عن السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية هذه الصناعة في مصر. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين. الاجتماع شهد موقف تنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني للتنمية الصناعية فيما يخص السيارات وجاهزية اعتمادها. ووجه دكتور مصطفى للإسراع بالانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية بمصر. خلال الاجتماع تمت أيضا الإشارة أنه حيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع، وهيتم إطلاق المنصة الإلكترونية وتوقيع اتفاقات للانضمام لبرنامج بدء تصنيع السيارات في مصر باتفاقية شراكة لأربع شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات. لواء مهندس حسين مصطفى خبير السيارات رئيس تنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني هل يعني احنا كمواطنين كنا بنرى من عدة عقود سيارات مكتوب عليها صنع في مصر مثل نصر وغيره، يعني هل في أمل حقيقي وفي إرادة سياسية حقيقية أن نرى قريبا صناعة سيارات في مصر وأيضا سيارات كهربائية بمعنى أن هي تكون مش ملوثة للبيئة؟ تمام يا فندم. هو احنا فعلا عندنا سيارات صنعت في مصر، احنا عندنا 18 مصنع للسيارات منهم 7 للباصات بانواعها. يعني الدوله فعلا زي ما حضرتك تكرمت وقلتي عندها اراده سياسيه لتوطين صناعه السيارات ودعم التصنيع المحلي. ايوه، هي ماشيه في محورين. اول محور ان هي بتدعو لجذب الاستثمارات عن طريق قانون الاستثمار بحوافزه، عن طريق رئاسة السيد الرئيس بنفسه للمجلس الأعلى للاستثمار وإصدار العديد من القرارات اللي بتطمن المستثمرين، وبيتم التفاوض مع الشركات العالمية زي ما كان اتقال النهاردة في المجلس الأعلى في الاجتماع. نحن بصدد توقيع شراكات مع 4 شركات جديدة لبدء تصنيع السيارات في مصر. المحور الثاني اللي بتقوم عليه ماشيه فيه الدوله هي وضع استراتيجيه صناعه السيارات. هي موجوده ومعلنه الحقيقه، ولكن فقط لم يتصدر كقانون في هذه الاوضاع الاقتصاديه. طب هنا يا فندم، بما ان احنا اوريدي عندنا مصانع يعني للتجميع او لازم نتكلم بقى عن نسبه المنتج المحلي في داخل صناعة السيارات. بالضبط، ده يعني لو حضرتك كان في الاجتماع الأخير للسيد الرئيس كان تكلم عن نسبة المقاومة المحلي، وحتى علق تعليق جميل جدا، قال أنا شايف أنتوا بتعملوا 45% نسبة مقاومة محلي، لكن بلاقي الشركة دي هي نفس المكونات زي المصنع الثاني زي المصنع الثالث. يعني سيادة الرئيس يتحدث عن تنويع هذا المنتج المحلي. تمام، يعني انتاج مكونات جديدة، ادخال مكونات جديدة.
وهو ده المطلوب، لأن النهاردة عشان نعمق نسبة المكون المحلي معناه هو الاتجاه لتصنيع السيارات بنسبة حقيقية من المكون المحلي. لما بنقول عندنا 45%، لا هما ثابتين، ده الرادياتير وده بيعمل الكراسي الزجاج و و و الضفاير، هي عندنا يعني صناعة مكونات برضو قوية. أيوة طبعا. وذات جودة عالية، ولكن احنا عايزين تبقى صناعة تتوجه للتصدير. أيوة. المصانع اللي هي الكبيرة المكونات السيارات في الخارج بتكون أساسا للتصدير للخارج وتلبية المصانع المحلية. صحيح. وبعدين لو عملنا بدل المصنع العملاق مثلا بتاع الضفاير الكهربائية ده اللي في منطقة محافظات القناة، لو عملنا منه 10 عمرنا ما هننتج سيارة كاملة، لكن لو عملنا 2 و2 موتور و2 السيستم بتاع الكهرباء و2 بطاريات و2 كده، فكرة التنويع دي فكرة جيدة. أنا بشكر سعادتك على وجودك معايا سيادة اللواء المهندس حسين مصطفى خبير السيارات. أروح مع حضراتكم لسفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو. جيورجي بوريسينكو ده قال ان مصر دولة محورية بالشرق الاوسط تؤدي دورا مهما في الموقف الحالي بغزة، وبلاده بتنسق مع مصر، وفي تصريحات قال ان مصر احد الشركاء الرئيسيين لروسيا بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، انها دولة الدولة المركزية للامة العربية، دولة مهمة جدا في افريقيا والعالم كله، وقال ان روسيا دعمت بقوة انضمام مصر لمجموعة بريكس اللي هتجني كثيرا من انضمام مصر إليها. يعني البريكس هو اللي هيجني الكثير من انضمام مصر، وبالتالي احنا ناقشنا هنا مع حضراتكم ماذا استفيد الطرفين مصر ودول البريكس التجمع على بعضه. أيضا إذا كان البريكس هيستفيد كثيرا زي ما قال سفير روسيا في مصر، لابد أن مصر تستفيد كثيرا جدا. أخيرا أكد السفير الروسي أن دعم الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا لإسرائيل بيشجعها ويخليها تحاول تهديد العرب على قد ما على قد ما تقدر. هو الحقيقة مش بس إسرائيل اللي بتهدد العرب، لأنه القوة الغربية اللي استخدمت إيران كفزاعة ونهبت أموال طائلة من دول الخليج بحجة أن هنسيب عليكم إيران وهنسيب عليكم الجماعات الإرهابية، فالموضوع ده محتاج يعني مراجعة. طيب، وكالة بلومبرج قالت إنه في اتفاق بيجري بين بوتين وحفتر لإنشاء قاعدة عسكرية روسية في ليبيا. وكالة بلومبرج للأنباء أفادت بوجود اتفاق بحري بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشير خليفة حفتر لإنشاء قاعدة عسكرية روسية بحرية في ليبيا، ما يمنح موسكو موطئ قدم كبير على عتبة جنوب أوروبا. وأوضحت الوكالة أن السفن الحربية الروسية قد تحصل على حقوق الرسو الدائم، يعني ترسو بشكل دائم في ميناء ليبي، على الأرجح هيكون تبرق، وتبرق طبعا ديت قريبة مننا، وعلى بعد بضع مئات الكيلومترات أيضا من اليونان وإيطاليا. وأخيرا قال إن روسيا تملك حتى الآن قاعدة بحرية واحدة فقط في البحر المتوسط في طرطوس السورية. طبعا قبل ما أعرف المعلومة ديت ما كانش عندي شك إنه أكيد روسيا ليها قاعدة عسكرية في سوريا، بعد ما استطاعت أن تساعد سوريا على أن يبقى نظامها وحيدا ضد فوضى الربيع العربي المزعوم. آخر خبر هقوله لحضراتكم أنه وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أعلنت مساء اليوم النهاردة تأجيل انعقاد القمة العربية الإفريقية 5 نظرا للتطورات الجارية في غزة، ويحدد لها موعد لاحق. وقالت الخارجية السعودية بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وحرصا على ألا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الإفريقية اللي بترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية 5 لوقت يحدد لاحقا.
وقال ان التطورات الحادثة في غزة استدعت الدعوة لانعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة. من المقرر أن تعقد في السعودية قمة عربية طارئة يوم 11 نوفمبر يعني بعد 4-5 أيام. فطبعا المملكة مركزة على أن هي الفعاليات دي ممكن تساعد فلسطين، فعشان كده أجلت موضوع أفريقيا الدول العربية. طبعا القمة هتكون هدفها النظر في التطورات الجارية في غزة، ونتمنى أنها تسفر عن مزيد من المساعدات الحقيقية لهذه الدول القادرة ماديا على إنقاذ الشعب الفلسطيني، وأيضا تسفر عن قرار موحد بالضغط على إسرائيل، وهي قادرة هذه الدول إذا أرادت لكي توقف إطلاق النار. بشكركم، فاصل قصير ونبدأ أولى فقرات الحوار لهذا اليوم. اهلا بحضراتكم معانا مشاهدين الاعزاء لاول فقرات الحوار لهذا اليوم. بيشرفني يكون ضيفي فيها الاستاذ محمد الشنتناوي، الباحث المتخصص في الشأن الاسرائيلي حقوقيا وسياسيا. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك. محمد، يعني احنا حد زي حضرتك ممكن يفيدنا في سكه الباحث السياسي في العموم ما يعرفهاش، هي سكه كيف يفكر المجتمع الاسرائيلي، كيف يفكر القائد الإسرائيلي، قائد في وزارة، قائد في جيش، قائد في حكومة. لأن الحقيقة العالم كله شايف أنه موضوع بايخ، يعني زي ما قلت حياتك قبلها وعلى طول. بص، أولا خلينا نقول أنه إحنا فكرة قتل النفس البشرية دي حاجة صعبة على كل الناس يعني، ويمكن محمد صلاح ما قال الكلام دوت الناس تعرضت ليه لهجوم هجوم شديد جدا يعني. لكن في حقيقة الامر هو اي بني ادم بيموت حاجه صعبه طبعا ايا كان شكله يعني. انا كنت بقول في بدايه الحرب ان الطفل الاسرائيلي ملوش ذنب في النظام بتاعه يعني. اي مدني ملوش ذنب، اي مدني ملوش ذنب. وفكره انه انا مش ببرر بس يعني الكلام ده مش تبرير، احنا بنتكلم على الواقع السيء اللي احنا عايشينه. فكره ان هم بيعلموا اولادهم ان هم يقتلوا العرب، طب ما احنا في المقابل بنشوف دعوات كتيره لنفس فهم بقى عندهم اله اعلاميه قويه جدا بتقدر تسوق الموضوع دوت بشكل واسع. فالعالم كله، العالم الغربي كله والاوروبي وامريكا متخيلين ان فعلا احنا غلابه وضحايا لا مش احنا، هم اللي غلابه وضحايا. ايوه، ما انا بقول احنا اللي بنسوق ده. الصهاينه او الصهيونيه العالميه بتسوق ده بشكل جيد جدا. ودي مش حاجه عيب، هم بيعترفوا بيها ان هم صهاينه يعني. هم بيقولوش ان دي مش حاجه. فدي أول نقطة، فهم قدروا يعملوا تسويق جيد جدا للحدث. بنشوف تعاطف غير طبيعي من كل دول العالم، تسويقية جبارة من أيام طبعاً. هتلر يعني الميديا. وهو بيطلعوا يعيطوا وينهنهوا، فالناس كلها وعندهم آلة إعلامية جهنمية وبيتحكموا في المال في جزء طبعاً. كبير من العالم. الميديا بتغير الرأي العام طبعاً. هم قدروا يوصلوا ده. يمكن انتشار السوشيال ميديا دلوقتي خلى العالم يشوف الموضوع بشكل مختلف. فبدأنا نشوف بعض الدول بدأت تغير مواقفها، القيادات ناتج عن ان الشعوب بتاعتهم بدأت تستشعر ان في ظلم بيقع على مدنيين عزل ايا كان شكله. صحيح، ده في المطلق يعني. الجزء اللي حضرتك سألته فكرة هو بيفكر ازاي. بص يا فندم، اسرائيل كلها بلا استثناء يمين، ونادرا لما تلاقي حد يسار معتدل مفهوم. قليل قوي يعني، كم كاتب كده بيكون اديب لسه هقول لك بيكون اديب، بيكون فنان، بيكون انسان يعني إنسان. بينتصر إنسان. للانسانيه اكتر بالزبط. لكن هو بيحارب على اي عقيده؟ ده سؤال مهم جدا حضرتك سالته، وقلت هو بيفكر ازاي. من اول رئيس الوزراء لغايه اصغر وزير في الحكومه او لغايه اصغر جندي في الجيش الاسرائيلي، هو بيفكر وفق التلمود ومش وفق التوراه، وفق التلمود اللي هو اتغذى على اساسه، اللي بيشرح العقيده الدينيه، اللي بيشرح التوراه، اللي بيشرح التوراه وفق. هو مش بيشرح التوراه بالمعنى الادق، هو مجموعه من التفاسير والتراثيات اللي تورثت، فبدات وكل حاخام يجي يروح على راسها فكره ان دول شعب الله وان ربنا واقف معاهم، وانه ده موضوع منتهي، ده موضوع كلاب ومش عارف لكن كلاب وحمير نركبها وحاجات. لكن في الاساس التلمود بيقول ان هو بيحارب حرب مقدسه، وان هو لما هيقتل دوت، خد بالك ده هو في عقيدته
لما يقتل مواطن مسيحي شخص مسيحي بياخد ثواب اكبر لما يقتل طفل مسيحي بياخد ثواب اكتر من لما يقتل طفل مسلم انا بتكلم هنا على العقيده بتاعته طبعا هو الاثنين خرافات يعني فللاسف كتير ما بيتكلمش في المفهوم ده لكن في مفهوم تاني كمان ليه علاقه بالاقتصاد هو واقع اسرائيل الاقتصادي شكله ايه وليه دخلت الحرب وايه الدافع وده سؤال مهم جدا ايه الدافع ان الحرب تبقى في التوقيت ده في ظل الازمات المتتاليه داخل اسرائيل قول لي بقى ما هو في عندهم ازمه اقتصاديه وفي عندهم ازمه مستوى يعني جاوب السياسي. على السؤال واحد واحد كده عشان ما تحطناش على مدى استفهام اسرائيل ننسى نرجع لها كبقيه الدول في العالم بتعاني من ازمه اقتصاديه أي. نتنياهو جاي بفرق اصوات قليل جدا كرسي في في الكنيست الاسرائيلي فلو الدنيا تهدت الحكومه هتعيد تشكيل احنا شفنا في اخر خمس سنين اربع انتخابات في اسرائيل بيتغير فيها رؤساء الوزراء كل شويه ما بين نتنياهو بنت وهكذا الدنيا ماشيه فالنهارده هو عنده صراع داخلي فايه اللي يخليه يبقى مأمون في ظل التقارب اللي بيحصل ما بين الدول او بلاش الهدنه السياسيه والعسكريه ما بين الدول العربيه المحيطه باسرائيل وما بين اسرائيل كلنا بنسمع طيب الهدنه دي هو نفسه هيحصل هو قايم على عقيده التهديد الامن القومي الخارجي ثانيه واحده انت تقصد الهدنه دي تقصد التقارب الخليجي الخارجي الاسرائيلي التطبيع الاخير الاخير بس كلمه هدنه بتتفهم على انه يوقف ضرب نار لا احنا بنتكلم على التقارب تمام. السياسي والالفاظ اللي ما بين تمام. القاده قاده الدول في في التعامل مع اسرائيل فالنهارده هو عنده اشكاليه كبيره جدا انه ما عندوش تهديد خارجي هو في تقارب واضح ما بين الخليج وبين اسرائيل ومعلن يعني مش حاجه سياسيه لان هو قايم هو دلوقتي مجموعه كبيره جدا من الفرق جوه اسرائيل كلهم متنحرين بالمناسبه كويس. على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني كويس فاللي بيحصل ايه لو الدنيا هديت من حواليه ما عندوش تهديد ايه اللحمه اللي ممكن تخلي المجتمع ده يبقى متوحد النهارده في مصر زود لهم الاقتصاد ما انا اقول لك حلقة. لا انا هقول لحضرتك يعني هو لو حس لهم مستوى معيشه المواطن في مصر هنا احنا كام لون وكام لهجه وكام شكل وكام انتباه نتكلم عن انتباه بس كلنا مصريين صح؟ ما بتيجي حاجه تخص مصلحه مصر كلنا مصريين. كلنا واحد حتى لو قطعنا بعض جوه كويس؟ هو عندوش ده هو عنده جنسيات مختلفه تمام انا مختلفة. زي الحركه بتاعت اثيوبيا اللي بتدور على اختلاق عدو خارجي وقال يعني مشروع سد النهضه ده ولا يحل مشاكل هو بقى حله الوحيد دلوقتي عشان الصراع ده ما يكبرش عنده انه يعمل صراع خارجي وتجمعوا بقى عشان تقدروا تقاوموا دوت لان العرب هيرمونا في البحر اسالك سؤال العرب هيرمونا في البحر ايه؟ يعني نشف في البحر خلاص العرب مضوا ووافقوا وعاملين مشاريع تعاون امني وعسكري مفيش الا مصر يا عيني لوحدها بس عايز اسالك على حاجه هو دلوقتي الفلوس اللي اتصرفت على الاسلحه اللي اتعملت ديت وضرب والدك بيها قطاع غزه والقنابل بتاعه جباليا اللي الواحده فيها 900 كيلو متفجرات جرام والفسفور الابيض وضرب المستشفيات والمدارس والجوامع والكراسي مش هنقول تاني بقى لنا شهر بنقول ده لو تحول لخدمة الاقتصاد مش كان المواطن الإسرائيلي هيشعر بطفرة وتخليه يستطيع أنه يسكت الأصوات النقراء اللي ضد الحكومة اللي بتقول سياسيا وعسكريا واقتصاديا لا اقتصاديا هو في فرق كبير طبعا بس هو مش هيسكت اقتصاديا هناك لازم يبقى عنده عقيدة تهديد أمن قومي خارجي دي الطبيعي بتاعتهم ده اول حاجه وراجع كل الحروب اللي عدت في اخر 20 سنه تمام. وفي الاخر شهرين ثلاثه والدنيا هتسكت وهنرجع نعمل تاني مؤتمر اعمار غزه 20 30 مليار دولار يجوا بص بقى اسرائيل هتشترط عشان الاعمار يحصل انه المواد الاوليه والمواد الخام تطلع من عندها هي الاسمنت والحديد والى اخره فبالتالي هو انا عشان اقتصاده ده هو اقتصاد واحد ده رقم واحد رقم اثنين السلاح اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مش موجود جوه اسرائيل اصلا مين ده؟ السلاح مش موجود جوه اسرائيل مش ليه مده صلاحيه وبيجي من امريكا ليه مده صلاحيه ولا ملوش ليه مده صلاحيه هو بيستعمله قبل يعني هو كده مش فارق معاه الموضوع هو السلاح ما عندوش فيه مشكله دي حاجه لطيفه جدا الحقيقه ما عندوش مشكله في السلاح فكره لطيفه موت بيه الناس بدل ما يخسر بالظبط يعني يبقى لا فدي دي اول نقطه النقطه الثانيه احنا خلينا نتكلم على فكره هي المقاومه ليها حق تقاوم ولا لا لا معلش انت بتاخدني ليه من لا انا هرجع لك بس انا بكلمك على عشان الحق ده اصل ده هيفرق الداخل اسمعني بس انا اللي بدير الحوار اسمعني انت عندك معلومات عظيمه خلينا ننظمها للمشاهدين دلوقتي الداخل برضو انا شغلني الداخل الاسرائيلي حضرتك وصفته بانه معظمه يميني خلاص في جزء منه متطرف اغلبه يميني تمام طيب هذا الداخل مش دلوقتي مقلوب على نتنياهو اكتر من المظاهرات اللي كانت بتحصل وقت ما كان عايز يخلص تغيير القانون اختصاصات المحكمه العليا يعني دلوقتي مقلوبين عليه اكتر مقلوبين عليه اكتر بس مش هيمشوه دلوقتي ليه بقى؟ لان هو شكل حكومه طوارئ
فبقى كل السياسيين في إسرائيل إيديهم في اللعبة. وده بيعملوا عملوا في عمود السحاب، عملوا في رصاص المصبوب قبل كده، الحربين اللي عدوا نفس اللعبة. هو كله دلوقتي واقف وراه، حتى لو الشعب، هنتكلم على السياسة، في قيادات سياسية وفي الشعب. الشعب نفسه، ما هو خلينا نتفق على حاجة، هو الشعب الإسرائيلي كم مليون؟ كم يهودي عايشين هناك؟ 5 مثلا، 9 مليون، حوالي 5700 ألف، 5700 ألف يهود، والباقي ما بين مسلمين وما بين مسيحيين وما بين درز. فده المكون الإسرائيلي. الخمسة مليون يهودي أو 5.5 مليون يهودي دول، تلت ارباعهم عاقدته انه يلا اقتله. فمش مش هيرجع من وراه. اللي بيعمل مشاكل الجزء المستنير اللي عايز يعيش في امان، الناس اللي اولادها ماتت اللي هم بيموتوا في الحروب ويعملوا مشكله، الناس اللي ما عندهمش الايمان القوي بدوله اسرائيل، او اللي راحوا اتصدموا بالواقع الاسرائيلي. طب نقطه ثانيه، اللي كانوا جايين من الدول الثانيه اتصدموا، ايش انتنان ولا بيسموهم مين دول؟ الاشكناز. الاشكناز اللي هم اليهود المتفرقين بره. لا، هو الاشكناز ده اليهود الغربيين، الغربيين السفارديين اليهود الشرقيين. لما هو حتى كانوا هم نفسهم متضايقين من بعض، الاشكناز بيتعاملوا احسن كتير، والتانيين كانوا لمنهم في كانتونات. هتلاقي اليهود الروس ما بيحبوش اليهود الامريكان، هتلاقي اليهود الامريكان ما بيحبوش الفنلنديين. طيب نقطة تانية قبل ما، مش هنسى النقطة المهمة اللي حضرتك وقفتنا عندها، اللي هي حق المقاومة ولا لا. هو يعني جرانتد ان هو ما يتحكمش ان القاده دول عمرهم ما يثبت عليهم جرائم الحرب، ده فيه لغايه دلوقتي 5000 طفل شهيد غير الجرحى ومليون نازح. حضرتك بتقول زي المرات اللي فاتت، لا الارقام مش زي المرات، الارقام اكبر بكتير. بس خليني اقول لك ان اخر حرب كانت 12500 قتيل، النهارده احنا يعني في لسه داخلين على الاعداد 10 300 وشويه، داخلين على 11 اهو. 4350 طفل في مقابل 1400 قتيل في اسرائيل، منهم 400 طفل، وبرده 25000 جريح. 25000 جريح طبعا، رقم اسرائيل عندها 1000 بلاد كامله. طبعا احنا لا، احنا بص، هي جريمه. وخد بالك زياره خان محمد عام في المحكمات الدوليه، المعبر رفح والقاوم مع المدنيين، ده توجه جديد يحصل. وقال تصريح مهم ساعتها، قال من الممكن ان يشكل جريمه حرب. هو يشكل فعلا جريمه يعني حرب، يعني هو قال من العقاب الجماعي، كان بيتكلم على التهجير القسري مش موقعة على المعاهده، لكن في حاجه اسمها القانون الانساني العرفي طبعا، اللي العالم بيتكلم عليه. وده هنا هيخلينا الازدواجيه المعياريه بتاعت اوروبا، ان انت بتحارب مثلا حد زي البشير عشان عمل مشكله جوه بلده، او بتحارب حد زي بوتين عشان بيتخانق مع اوكرانيا. بنتكلم بقى وعايز تعتبرهم مجرمين حرب، في مقابل ان نتنياهو يسال عن مفهوم العقاب الجماعي اللي بيحرمه القانون الدولي الانساني. بس طبعا ولا عقاب جماعي ايه بقى؟ ان هو بيمنع عنهم دخول المساعدات المباشره. احنا بنعاني، ده تجويع والوقود بتاع المستشفيات، مشكله مشكله كبيره جدا. وانت عايز تدخلهم اطعمه واكفان وبامبرز، ده منطق؟ انت يعني فانت بتحارب مين؟ بس بفكرك بايه؟ باعتلال النظام الدولي اللي خلى ولا العقوبات على بوتين جايبه نتائج، ازدواجيه المعايير. ولا هو ده، بص اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ ايهاب، ولا عمر البشير يتحاكم. التوقيت بتاع الحرب دي ما يلفتش نظر حضرتك ان دلوقتي العالم كله ما بيتكلمش عن الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ حرب ايه؟ الروسيه الاوكرانيه. العالم كله ومين اللي دعم؟ ما ده مقصود. مين اللي دعم حزب الله اللي ودى اسلحه لحماس؟ ايران، حليف روسيا. فهل روسيا ليها ايد في ان الحرب دي تقوم عشان يخف الضغط الدولي عليها في حربها ضد اوكرانيا؟ لا، وعشان تبدو امريكا منتصره، لانها في روسيا في حرب اوكرانيه مش منتصره ولا هتخش امريكا تقف في ظهر اسرائيل فتتلخم في الحرب فتخف الضغط الغربي على، يعني هي كانت اللعبه على فكره. طب قول لي بقى، ده لعبه، ده الموضوع كله تشكيل دولي عالمي. طيب، ونلاقي النهارده الراجل بتاع كوريا الشماليه طالع يقول انا هبعت صواريخ باليستيه نوويه تضرب اسرائيل، ونلاقي غواصات نوويه بتعدي تخش على مساعده فلسطين الاسبوع اللي فات من 10 ايام. ونخش ده ممكن يموتهم كلهم، ده الراجل ده. لا، ما هو مش كلهم، ده كلنا هموت. لا، هو يعني لما قال هنقف جنب الفلسطينيين دي تساوي، يعني ده ما بيهزرش. هو ما يقدرش يعني كينج اون ده، هو فعليا احنا كده كلنا هنتضرر. يعني ما يعني طيب قول لي بقى، كنت بتقول لنا حق في اليوم، حق السؤال بقى، هل المقاومه ليها حق ان هي تقاوم ولا لا؟ طبعا في كل الاعراف الدوليه ليها حق طبعا، لكن هل ده على حساب الدول الاخرى؟ هل هم ما حسبوش الحسابات المده دي؟ يعني هل حماس، بالك احنا مش بحمل حد، احنا بنتكلم انه المقاومه حق مشروع لكل مواطن فلسطيني انه يخش
يحرر ارضه المحتله المختصه. ده موضوع منتهي. ده دورنا ان احنا نتناقش. هل هم بقى ان هم يدعموا الفكر الاسرائيلي في انه لا ناخد حته في سيناء مثلا تبقى للفلسطينيين وتعمل لهم ملاجئ؟ احنا ما عندناش ملاجئ على فكره. مين اللي دعم؟ حماس بتقول كده يعني. أوكي. في بعض قيادات حماس بيطالبوا ان مصر تفتح المعبر وينزح المواجهه. وكان في فعلا عرض امريكي بانه يتعمل مواني ومطار للفلسطينيين على ارضنا. احنا طبعا يعني حاجه كده. ايه العجب ده؟ هقول لحضرتك ليه. بص ارجع سنه 82، في كاتب اسرائيلي كشف على وثيقه اسمها وثيقه كيفونيم. سنه 82. الوثيقه دي كشفت سنه 82، هي كانت موجوده من قبل كده. الوثيقه دي بتتكلم على حاجتين. اولا تقسيم الدول العربيه بحيث ان كل الدول العربيه لا يزيد عدد تعداد سكانها من 15 ل 20 مليون، وتقسيم مصر كمان. فعشان ما يبقاش في دوله قويه. بتقول ايه كيف تونيم دي؟ كيفونيم. كيفو كيفونيم. كيفونيم. الوثيقه دي ظهرت للعلن وتم كشفها سنه 82. بيتكلم على انه عشان اسرائيل تفضل موجوده. ايوه لازم يتم تقسيم الدول العربيه لدويلات. طبعا عشان ما يبقاش في ولا دوله قويه ولا جيش قوي ولا جيش قوي مش عارف ايه. فجزء من التقسيم دوت اللي هو ان سينا يعني يتم التمدد الاسرائيلي، وسينا تبقى موجوده للفلسطينيين اللي موجودين في قطاع غزه. تمام. لان بتوع الضفه دابوا. جزء منهم كتير بيحمل الجنسيه الاسرائيليه مجبر عشان يقدر يعيش، اللي هم عرب 48، والجزء الثاني هو بيحاول انه يعمل حاجه وعايش على هويته. عايزين يودوهم الاردن برضو يعني. ما هو يعني هو كله هو عايز خلاص، هو عايز يعمل ليه حدود وشكل وبتاع. فالنهارده ده من 82 بيحصل محاولات كل مره في نفس الاتجاه واعتزل. لكن خلينا نقول ان القياده السياسيه المصريه كانت واضحه وصريحه دايما الحقيقه الموضوع جدا. يعني نتفق نختلف مع اي موقف لاي قائد منهم، لكن دايما اتعرضت من اول جمال عبد الناصر. طبعا الرئيس حسني مبارك السابق، الرئيس السيسي، اي حد هيجي يمسك مصر ايا كان مين هو بالمناسبه هيبقى ده الموقف السابق بتاع حدود 67. اصل ده موقف حياه او موت. ده موقف الشعب 100 مليون. وموقف حياه او موت طبعًا. لان هم مش مساله اخويه وبتاع، ما هم قال لك بيموتوا الجرحى بتوعنا في عربيات الاسعاف المصريه، ما دول معروفين يعني، دول مش ملائكه يعني. طبعا. فاحنا النهارده بنتكلم في نقطتين مهمين جدا، وده مثلا استفزني جدا تصريح وزيره الصحه الفلسطينيه من اسبوع اللي بتقول مصر اللي بيتحكم في المعبر اسرائيل مش مصر. طب انا بتحكم فيه من جهتي. انت بتتحكمي فيه من جهتك يعني. انا بعدي لك احنا كم الف شاحنه طلعت، الافات الكراتين من الاغذيه والاطعمه وكل ما له علاقه بدعم الاغاثه موجود. طب انت متوقع ايه الفتره القادمه يا استاذ محمد؟ يعني اعتقد خلال شهر هيتم تهدئه الامور. شهر اقصى تقدير يعني. هيكون مات قد ايه ناس؟ لا ما هو مش هيبقى العمليات النوعيه هتستمر شويه، لكن الحرب ما اعتقدش هتطول اكتر يعني من كده. فكره التطويق بتاع غزه ده والاجتياح البري الداهم ده مش ما اعتقد صعب اسرائيل تخش بعسكر جديد، لان هيتم خلينا ما هو ده بقى يرجعني لفكره حرب العصابات او ما يحصل لهم مهلكه يعني. طبعا. فاعتقد ان هناك هيبقى صعب اتخاذ القرار دوت، لان هم هيحطوا ايديهم في النار بدون ما يشعروا. وعلى فكره في توجهات جوه اسرائيل هم مش قادرين يقفوا، لان هم اتهنوا قوي المره دي. ان هو يعدي يخش جوه الحدود الاسرائيليه وياخد منهم ناس ويعمل بتاع ده، كانت هلكه ليهم. وعارف فاكر حضرتك في 73 اللي هو الجيش الذي لا يقهر فتم كهره. ايوه ما هي دي الفكره، المنظومه التي لا تقهر بتاعت القبه الحديديه فتم كهرها، اللي هي منظومه الدفاع الجوي. والفيديوهات بتاعتهم بيتفسحوا طبعا، مفيش حد. فالموضوع ولا نفعهم كاميرات ولا قمر صناعي ولا الموضوع الحاجز الذي لا يقهر. فالموضوع ده خلى عندهم فكره لا لازم ما اسيطر، وعشان كده الوحشيه المره دي زايده شويه. يعني فكره انه الناس كلها شايفه انه اللي ظاهر من تصرفات اسرائيل انها قتل مدنيين، كانه هو ده الهدف الرئيسي مش حماس. هو يعني بيعتبر كل قاعدين في غزه، كل اللي قاعدين في غزه مقاومه مستباحه. طفل قبل شيخ، انا هنا بتكلم على السن، طفل قبل كهل. هو بيعتبر كل مقاومه ست، هو بيعتبر كله مقام فبيضرب. وده الهدف منه انه الناس تهرب وتنزح. وخد بالك هم المليون نزح راحوا فين؟ ما هو طلعوا من الشمال للجنوب، رجعوا من الجنوب للشمال، هم في الاخر عمالين طب في شريط ضيق جدا، هم عايزين يضيقوا عليهم على امل ان هم يعني يخلصوا ده ويعدوا. لكن المقاومه بتقوم بدور ضد ده، وده خد بالك كل ما بيفرق يعني كل ما بيضربوا لهم حاجه هم بيزدادوا وحشيه تجاه المقاومه او تجاه الاهالي المدنيين في غزه. لان هو في الاخر بص يا فندم، هو ودي عقيده، الام هو هيوجعها في ابنها، مع ان هي لو ضغطت على ابنها مش هيروح. هم تخيلهم الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا الاسرائيليه
صعب. يعني في ناس بتوجه لا اضربوا اقتلوا، عايزين حقوقنا، عايزين حق اولادنا. فدي مشكله، بس لازم القائد يبقى عنده عقل، مش مساله اضربوا واقتلوا. اعتقد نتنياهو كبر 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 خلاص. طب وهو دي اخر، هل ممكن يكون يعني كل الدم ده تفاوض على خروج امن؟ صعب. هو كده عنده مشاكل داخليه. مشاكل ايه؟ ما اريل شارون كان عنده هيخش مستشفى بقى ياخد له طلقه ويخش مستشفى ويقعد فيها فتره، زي او يجي له جلطه ويقعد. لكن خروج امن من هو في الاخر عنده مشاكل على المستوى السياسي وعنده الداخلي فساد، وعنده فساد وعياله عندهم فساد. فده عنده هو مشكله كبيره مع القضاء الاسرائيلي مش هتتحل بسهوله. وده بيأجل بس المسافه. لكن اعتقد ان ممكن في وقت من الاوقات اسرائيل تضحي بنتنياهو عشان تستمر كدوله. ده الاسبوع اللي فات كان في اخبار عن انه بايدن بيناقش ما بعد نتنياهو. ما ده طبيعي. بس خليني اقول لك على القومي، هقول لك على حاجه بقى مفاجاه كده صغيره، انه في كتاب ظهر في اسرائيل من حوالي 3 سنين ترجمه الدكتور سامح عباس، ده استاذ الدراسات الاسرائيليه في جامعه قناه السويس. اسمه السقوط الخامس. السقوط الخامس ده كتاب اسرائيلي اللي كاتب فيه حكايه ال 80 سنه ده. 80 سنه صح بالظبط كده. الكتاب ده قال لك كل 80 سنه سنه اسرائيل بتقع، بيبقى فيه وقعه وبيبقى فيه اعاده تكوين للمملكه اليهوديه سنه 28 2028 هي السنه ال 80 لاسرائيل. فده هاجس كمان هم بيحاولوا يتخلصوا منه. بالمناسبه، ويمكن انا مش هقول لك اسرائيل هتقع، لان 198 دوله معترفين بيها كدوله و العالم كله. بالمناسبه السبع ثمان دول اللي سحبوا سفرائهم دول هيعملوا اي نتائج؟ لا خالص ولا اي حاجه. ما يعني ما هو الفكره انت بتضغط عليها. بص اضغط على اسرائيل، هتضغط عليها ازاي؟ اقتصاديا طب امريكا بتدعمها وفرنسا بتدعمها. تضغط عليها، اضغط على امريكا. يعني اني ضغط؟ هتلاقي فرنسا مين اللي هيضغط؟ رجعت وبريطانيا رجعت مين اللي هيضغط؟ انت ما عندكش سياسيا، ما عندكش. هل الصين تقدر تضغط هي وروسيا على اسرائيل كالجانب الاخر من المعسكر؟ ما احنا يعني بنتكلم على معسكرين دلوقتي بيتشكلوا. اعتقد الحرب دي هتشكل هتدعم في تشكيل المعسكر الجديد بالمناسبه، يعني اللي هو بريكس وصين اللي حضرتك نويت عنه في بدايه الحلقه، اللي هو البريكس، وان روسيا بتقول ان مصر بدا يحصل. سؤال انا برضو بما انك متابعني من اول الحلقه، هل اللي انا قلته صحيح ان الدول العربيه اللي هتجتمع بعد 4-5 ايام دي لو ارادت تستطيع انها تضغط؟ هقول لحضرتك مثال بسيط جدا. اتفضل. احنا لما قطعنا الخساره شكلها ايه؟ كبير جدا صح. وبداوا هم ما بيقنوش بالمناسبه، يعني ما عندهمش مشكله في الانين بتاع، لان مش فارق معاهم، احنا في الاخر سوق واحد. لكن لو ال 22 دوله قطعوا كل المنتجات، خد بال حضرتك زي ما حضرتك قلت في المقدمه، هيفرق جدا في الاقتصاد بتاع الدول العربيه، هينهض جدا. وبلاش نتوجه للمعسكر الاخر، طب ما ننتج احنا على فكره، احنا عندنا يعني بدون اعلان في بعض المنتجات المصريه النهارده بتدور على ناس تشتغل. ما طلعت لو احنا استمرينا في النهج. الدور بقى ده الوجه الوحيد الحسن لموضوع المقاطعه ده، لانه طبعا حاصله بغشوميه ان انت واخد فرانشايز، عندك مديرين، عندك موظفين، عندك عمال كلهم مصريين، لكن هي الفكره انه انت ايقظت المنتج المصري. اللي اخترع الذكاء الاصطناعي واللي اخترع السوشيال ميديا انا برفع له القبعه جدا، ان هو ساعدنا ان احنا كلنا نتواصل لبعض وناخد قرارات مع بعض وندور على بعض وتشاف قوتنا قد ايه. لو حضرتك دخلت سوبر ماركت وجيت تشتري حاجه هيقول لك خلي بالك عشان دي كذا، او ما يعرفكش بس ممكن ينبهك. فاوتوماتيك انت بتلاقي نفسك الفكر الجمعي بيأثر في المجتمع. بص حضرتك احنا محتاجين حاجتين حضرتك نوهت ليهم، احنا محتاجين المنتج النهارده بقى دور القياده السياسيه ودور رجال الاعمال الوطنيين الحقيقيين اللي مش عايزين يهدوا البلد. القياده السياسيه تدعمهم بمزيد من توفير الخامات الاوليه عشان يزودوا انتاجهم، وتحمي كمان حقوق العمال عشان هم ما يتغولوش عليهم. ده بيتكلم على دور الدوله، والرجال اعمال يشتغلوا بجد بقى، يعني يشتغلوا بجد، يعني ما يدورش على ان هو ايه عايز يفضل في الحته دي، لا دور ان انت تصدر للدول العربيه اللي ما عندهاش المنتج دوت. انت عندك ده سوق بيتفتح جدا جدا، لان في حاجه بتتسحب انت لازم تملاها. إيه فراغ حضرتك في بعض الدول العربيه دلوقتي بدات تطلب طلبات من بعض المشروبات الغازيه اللي بتنتج في مصر عشان هم ما عندهمش، بديلا للمنتجات الاجنبيه. بدات تطلب بعض المنتجات المتعلقه مثلا بالتونه والمنتجات السمكيه المحفوظه بدلا من المنتجات الاوروبيه، اسف الغربيه. فالنهارده احنا رايحين في اتجاه ممكن اقتصادنا يستفيد يعني من ينتعش. وخد بال حضرتك، ودي يعني حاجه الواحد دايما بيستشعرها، بعد الحروب بيبقى في انتعاش اقتصادي.
وفي الاخر الحرب مهما طارت هي في الاخر نروح نقعد على الترابيزه. هل في امل انه يبقى في قرارات ضد اسرائيل من المحكمه الجنائيه او يبقى في مسؤولين اسرائيل يتعاقبوا؟ يعني اعتقد ممكن يتم ملاحقته نتيجه الضغط الدولي اللي موجود، ضغط الشعب اللي موجود. احنا في كميه بلاغات راحت للمحكمه الدوليه من البشر، وهنا احنا من خلال برنامجنا بندعو كل المواطنين ان هم يخشوا على موقع المحكمه الجنائيه الدوليه ويقدموا بلاغات في نتنياهو وفي القيادات الاسرائيليه. وعلى فكره ده حق بالمناسبه، احنا بس ما بنعرفش. احنا في اليات دوليه كتير جدا موجوده احنا ما بنستخدمهاش صح. أيوه. لو قدرنا ان احنا نضغط هذه الاليات، نضغط بهذه الاليات على المجتمع الدولي. أيوة. والمجلس الدولي لحقوق الانسان هيبقى فيه قرار. احنا محتاجين نضغط، احنا ما بنعرفش نضغط. هم صدروا للعالم بدايه الحرب. أيوة. صوره الاطفال. آه. يا عيني وانا متاثر على فكره. في فيديوهات كانوا واخدينا من اطفال فلسطين وعملوها على انها اطفال اسرائيل. لا يعني هو اللي في البدايه كان نتيجه القصف، طبعا طبيعي صاروخ بينزل طبيعي يعني مش عادي. فنتيجه القصف كان في اطفال مدين، ده اللي اتسوق بره على فكره. فتشوفوا المظاهرات بره في بدايتها بتظهر كده كأن المقاومة بتضرب الأطفال المجرمين. مؤخرا بدأ، حتى لو حضرتك تابعت الدوريات الأوروبية اللي ممنوع فيها استخدام الشعارات السياسية كان بيظهر فيها الجانب الإسرائيلي فقط. الجمهور النهاردة بدأ يستخدم كمان الجزء التاني وبدأ يتحول ضد الفكرة بتاعت صحيح. انت قتلت طفل، لا ده احنا ده ما انتوا مستمرين في القتل كده مش هينفع. وده ضغط على القيادات السياسية الأوروبية. أعتقد يعني هم دلوقتي رجعوا تاني، ودي حاجة ربنا ادهلنا بالمناسبة، وكأن ربنا بيتطبطب على قلوب المصريين كلهم وعلى قلوب مصر كدولة، انه غصب عن كل اللي حاول يسحب الدور الريادي بتاع مصر، لا اهو هتلف وتلف وتلف وهترجعوا. ما تحاولوش ان انتوا تاخدوا دور مصر اجبارا، مش هتعرفوا. طيب. مصر مهما عملت هترجع لكم. استاذ محمد احنا عايزين نلتقي شرفني كتير شرفني. الفترة اللي جاية، لأن حضرتك عندك معلومة مش موجودة عند كثير من الباحثين، وهي فكرة المجتمع الإسرائيلي، وده ممكن يخلينا نفكر إيه الخطوة اللي جاية، هم بيفكروا إزاي، ناويين يعملوا إيه. أخليني أقول لحضرتك بس في نص دقيقة، هو مش أنا لوحدي، في كتير من الزملاء شغالين على السوشيال ميديا كويس جدا، اللي بيعرفوا عبري كويس جدا شغالين، استاذ محمد وازن، استاذ احمد عبد اللطيف، دكتور سامح، في ناس كتيره جدا، دكتور احمد فؤاد، ناس كتيره جدا شغالين على الحقيقه، بينشروا داخل المجتمع الاسرائيلي بقوه، بيورونا المجتمع الاسرائيلي. واحنا دورنا ان احنا نوسع دايره نشر. كنا عاملين كده يعني، ما اعرفش حضرتك تعرف ولا، انا كنت رئيس تحرير برنامج بالعبر الصريح على قناه الفرعين قبل ما تغلق. احنا كنا بنعمل كده طول الفترات دي. احنا محتاجين نعرف المجتمع ده كويس عشان نقدر نتعامل معاه، ده دورنا النهارده. محتاجين مشكورك. نعرف العدو. اشكرك جدا استاذ محمد، شرفتنا. انا اسعد جزيل الشكر استاذ محمد الشنتناوي، الباحث المتخصص في الشؤون الاسرائيليه. بشكركم مشاهدينا، فاصل قصير وناخد فقرتنا الحوارية الثانية، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم معانا لفقره الحوار الثانيه، اللي بيشرفني يكون ضيفي فيها الدكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق والبواني والنقل والمرور والمطارات كليه هندسه جامعه بني سويف. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. نورنا دكتور عبد الله. يعني مبروك، والتجريب بتاع اشتغال المونوريل من مدينه نصر للعاصمه الاداريه، يعني اعتقد انا دايما اصلي ادعو لاننا بنشتغل وفي نفس الوقت واقفين مع فلسطين. صحيح. وعشان لو عايزين نقف اكتر لازم نبقى دوله قادره اكتر. صحيح. يعني انا سعيد من ده انجاز الحقيقه. صحيح. لوزاره النقل، يعني مع انه الموضوع الرئيسي النهارده هو المعرض بتاع النقل الذكي يعني. فحضرتك قول لي بسرعه كده، المونوريل ده ممكن يضيف ايه لحياه المواطن المصري؟ وهل تذاكره هتبقى في المتناول ولا ده يعتبر سفر فهتبقى تذاكره غاليه؟ العربيات من جوه فخمه قوي، الصور اللي نزلت النهارده الحقيقه جامدة يعني. يعني خلينا ناخد من كلام سيادتك طبعا المقدمة الجميلة حضرتك قلتها، ولازم نوجه كل التقدير والتحية للقائد العظيم وللجيش العظيم وللأجهزة السيادية اللي بتوصل الليل بالنهار لوضع مصر فعلا على خريطة الدول في مصاف الدول المتقدمة في مكانها اللي تستحقه. عملية بناء داخلي رغم المتغيرات الصعبة حوالينا،
بناء داخلي مستمر بيتم على قدم وساق بخطة ثابتة جدا. في نفس الوقت كانت حرب الإرهاب، وفي نفس الوقت محيط يعني في كم من الصراعات غير عادي. فبفضل سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وثم القيادة الحكيمة وأبناء مصر الشرفاء، بنشوف النهاردة آخر ما وصل إليه صناعة النقل اللي بيتم عرضها في مؤتمر النقل الذكي في نسخته الحالية. وخليني أقول لحضرتك المؤتمر ده سنوي، والدولة بتحافظ على أنها بتعمله، لأنه هو بيبقى سوق كبير طبعا. مصر أصبحت سوق واعدة للاستثمار في مجال النقل. وخليني أقول لحضرتك بناء على توجيهات سيادة الرئيس دايما بنقل وتوطين التكنولوجيا داخل الدولة المصرية، مش فقط في الإنشاء ولكن في الصناعة. لما نيجي النهاردة نتكلم على المدير اللي حضرتك بتتكلم عليه، احنا ده كان في البداية كان بديل من بدائل النقل الجماعي صديق للبيئة، هو قطار كهربائي بيعمل على قمر خرساني مفرد، سرعته حوالي 80 كيلومتر على الساعة، نقل ذكي ممكن يتم قيادته من غير عامل بشري. النهاردة الحمد لله بدأ التشغيل التجريبي من محطة يوسف عباس في مدينة نصر، ده هو الفرع الشرقي بتاعه بشرق القاهرة، من محطة يوسف عباس كمحطة بدولية مع الخط 3 متر الأنفاق وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة. برضو النقطة دي مهمة قوي، فكرة المحطات التبادلية دي يبتدي منين ويخلص فين؟ مش في الصحراء لا. يعني انت ممكن حياتك تعمل حتة صغيرة بمترو الأنفاق وتروح بقى ايه، ما دي فلسفة نكمل جديدة. كده دي فلسفة جديدة، ودي من ضمن افتتاح محطة بشتيل بتاعة أيوة. الصعيد دي برضو بالزبط. حاجة ده بالزبط. انجاز كبير جدا، حاجة رائعة. وخليني اقول لسيادتك هو ده الجمهورية الحلم والعلم والعمل أيوة. اللي احنا بقينا موجودين فيها، فلسفة جديدة علينا الحتة اللي حضرتك اثرتها، المحطة التبادلية. انا النهاردة عندي الخط الثالث، وده كان اول خط عرضي بيربط شرق القاهرة بغربها. تم عمل المرحلة الثالثة والرابعة، المرحلة الرابعة خلت افضل مشروع نقل جماعي على مستوى العالم في 2021. مرحلة بعد كده محطة عدلي منصور اللي بتخدم المرحلة الرابعة للخط الثالث خلت افضل مشروع نقل جماعي في 2022 على مستوى العالم. مرحلة عظيمة كمان يعني محطة عظيمة تبادلية اكبر محطة تبادلية في الشرق الاوسط. بالظبط. خلي بال حضرتك ده بيتبادل فيها الخط الثلاث متر انفاق مع القطار الكهربائي الخفيف اللي هو ال ار تي. ثم بعد ذلك محطة يوسف عباس بيتم التبادل مع الخط الثالث مع المونوريل. طب هو ايه اختلاف الكهرباء الخفيف ده المونوريل اللي هو بيمشي على قضيب على واحد. كمر خرسانة وكمر خرسانة ومرتفع شوية بنشوف شكل التجهيزات بتاعته تمام. لكن الكهرباء الخفيف ده ايه الفرق بقى؟ هو ده سطحي، سرعته حوالي 120 كيلو يعني زي القطارات الثانيه، بس زي المترو بالظبط، ولكن هو سطحي مفيش حاجه تحت الارض. المونوريل مرتفع دايما لانه بيبقى داخل في اماكن شويه صعب ان أيوة. انا احقق فيها سيوله مروريه لو او احافظ على سرعته. انصاف الاقطار شويه بتبقى حاده سنه، فحتى سرعته اقل شويه أيوة. 80 كيلومتر على الساعه. انا بتهيألي كمان يا فندم على ذكر بقى حكايه الدوريات والحاجات دي، ان هو كمان هيبقى نزهه لطيفه، يعني مش مجرد وسيلة مواصلات سريعة وشيك وصديقة للبيئة، ده فسحة لطيفة. خليني أقول لسيادتك هو كان الهدف تحقيق يعني مستويات خدمة مختلفة تناسب كل فئات المجتمع لتشجيع ترك المركبات الخاصة ومالك المركبات وتوفير كل سبل التشجيع ديت اللي كان من ضمنها أن أنا أبدأ أوفر باركنج في كل محطة. الكلام ده احنا كنا مدرسه في المحاضرات لكن ما كناش بنشوف دلوقتي بيتحقق على أرض مصر. موجود في أوروبا من زمان، بقى عندي باركنج في كل محطة. طب هي تذكرة واحدة أرخص ومفيش تلوث، تركن عربيتك وتركب. حته مفيش تلوث دي مهمه جدا لان الميزانيه اللي رصدت للتحول للنقل الاخضر كانت ميزانيه لم يسبق لها مثيل على مدار تاريخ الدوله المصريه. 1.1 تريليون جنيه يعني كانت 837 مليار، وصلت ل 1.1 تريليون جنيه. وخليني اقول لحضرتك ان مصر، هل الميزانيه دي يا فندم استثمار ليه نسبه كبيره فيها؟ طبعا لان صعب قوي ميزانيه الدوله تحتمل رقم زي ده. خليني اقول لحضرتك مصر دايما ماشيه بنظام الشراكه، يمكن هو يمكن ده السبب اللي مخلي الوزير كامل الوزير بيتحمق قوي لما بيلاقي حد يعني بيتجاوز في حق الوزاره، لانه فعلا الراجل في طبعا مع هيئه ضخمه ومستشارين والدوله كلها حاسه ان ده حلم انها تحقق النجاح ده في القطاع ده. يعني خليني اقول لسيادتك ان مصر كانت من اوائل الدول على مستوى العالم في الاتجاه للنقل الاخضر. يعني احنا كنا بنقول احنا كنا ثاني دوله في السكه الحديد سنه 1852 تم توقيع العقد ثم سريان القطار على الاراضي المصريه في 1854. لا ده اللي هو بيعمل بالديزل، انا بتكلم على النقل الاخضر. دخل مصر سنه
1896 في حاجات الترام اول ترام مشي عندي 12 اغسطس 1896، ترام بيعمل بالكهرباء. الترولي باص تم تحديد المسار بتاعه في 1950، بدا يمشي عندي 1964. فانت من اوائل الدول اللي اتجهت للنقل الاخضر والحفاظ على البيئه. النهارده انا بقول لحضرتك في اول حلقه كل التحيه والتقدير لان احنا بنعيد تاني وضع مصر في مكانها الطبيعي على الخريطه العالميه، وخصوصا في ظل عالم بيتشكل من جديد. فلازم يكون لك مكان تستحقه. فكره التحول الاقتصاد الاخضر ان حضرتك مش لازم تمشي في ديل السلسله زي زمان، ده انت ممكن تاخدها من قدام. يعني انت خلاص بتبتدي دلوقتي حاجه جديده خالص على الدنيا كلها، طب ما نعملها بقى من الاول على نظافه كلها. انت داخل فيها شراكات مع شركات عالميه سواء من الشرق او الغرب، والكل بيتسابق دلوقتي بعد رفع درجه الثقه للدوله المصريه بعد انهاء مشروعات قوميه عملاقه. صحيح. في جداول زمنيه غير مسبوقه. تواجد القياده السياسيه بنفسها في وسط ابنائها على مدار الساعه. صحيح. وكل الايام اثناء تنفيذ هذه المشروعات. انت النهارده بقول لحضرتك احنا اخذنا افضل مشروع نقل جميع المسؤول العالم في 2021 2022. فده كلها ليها رسائل ومدلول ان لا، دوله بتقوم والكل بيتسابق للدخول المؤتمر. حضرتك اشرت لنقطه مهمه هي فكره كل طبقات الشعب، لان احنا ما بلاش نصور القطر الفرنساوي والاسباني والحاجات دي، لا احنا كنا محتاجين نصور بقى وما زلنا محتاجين نصور قطارات الدرجه الثالثه المكسره اللي حماماتها بايظه اللي معظمها ما فيهاش نور بالليل، والبلاوي اللي كانت بتحصل فيها. وشوف حضرتك دلوقتي بتعامل ازاي. ده بقى اللي عبر عنه باقتدار يوسف شاهين في فيلم باب الحديد. الحقيقه فاحنا دلوقتي بقى المواطن البسيط دوت لو يعني ما غلناش عليه التذكره قوي هيبقى هو هيحس بالنقله. وده خلينا نسال حضرتك، يعني القطارات الجديده والمونوريل والكهربائي الخفيف، هل بتتوقع اسعار شكلها ايه لهذه؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك الاسعار بيبقى فيها تخفيضات وللطلبه وفي ولشرايح المجتمع المختلفه والناس اللي معايا. ايوه بس هي هتبقى في حدود كل ده إيه يعني؟ يعني احنا النهارده اقتار الكهرباء الخفيف اتعمل، وشفنا التذاكر وشفنا التخفيضات اللي تمت عليها، وشفنا كمان ان كان في ميني باص حديته وزاره النقل ان هو كان بينقل الطلبه لاقرب محطه، وكانت في فتره زمنيه الاتوبيسات دي بتشتغل او الميني باص دي كانت بتشتغل بدون مقابل. أيوه. لتشجيع الانتقال من خلال. طيب هو القطر الكهرباء الخفيف ده بيبدا من محطه عدلي منصور في السلام. بيمر بكل المجتمعات العمرانيه الجديده، الرحاب والشروق كله، العبور والشروق والهوبس الجديده وروبيكي وبدر، وبعد كده بيبقى في محطه بدوليه في بدر شمالا لعاشر رمضان وجنوبا للعاصمه الاداريه الجديده. طبعا العاشر رمضان جامعه كل المسار. طب ده تذكرته قد ايه ده من غير اي تخفيضات؟ لا يعني انا عايز اقول لسيادتك هو التذاكر زي ما قلت لحضرتك دايما بيبقى في عروض عليه. ايوه عايز اعرف. ودايما حضرتك عارف ومش عايز تقول ولا مش عارف؟ لا 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 مش موضوع مش عارف، لا هي القصه انا عايز اقول يعني حضرتك قول لي التذكره ب 100 جنيه ابقى فاهم. لا لا بتبقى في حدود حاجه و30 تقريبا. حاجه و30 ده شيء عبقري. وشوف حضرتك انا رحت العاصمه الاداريه بحاجه و30 جنيه. يعني شوف حضرتك عدد المحطات اللي انت حضرتك. ايوه حضرتك اتكلمت عن احياء عدد الاحياء. طب بالنسبه للمونوريل انا عايز بس معلش سيادتك شوف حضرتك لو قارنت وسيله المواصلات دي بالدرجه ديت والخدمه ديت او النظافه باي وسيله مواصلات تانية هتاخدها بشكل خاص تتنقل فيها نفس المسافه ديت هتلاقي لا في فرق طبعا. وخليني اقول لحضرتك دايما الخدمه بيبقى ليها مقابل. وانا عايز اقول لسيادتك الدوله بتخش داعم بشكل كبير في الفئات المختلفه سواء طلبه او كبار سن او غيرها من الشرائح. المونوريل هيبقى بنفس الطريقه ولا اغلى يعني شويه؟ بتتحد في لجان بتتشكل لوضع تصور لل يعني اكيد هيبقى فرنش قريب من الار تي. هو نفس خد بالك اللي رايحين برضو انا قلت برضو في البدايه انه ده مش معمول علشان الـ يعني حتى كطاقه استيعاب للحركه هيبقى الاولى بقى للناس رايحه تعمل شغل ورايحه تعمل صفقات وممكن نلاقي مسؤولين بيركبوا المونوريل ده الامل ان احنا يعني نشوف ده. وانا عايز اقول لسيادتك احنا ده مش جديد، ده الطبيعي عندنا في مصر. يعني زي ما قلت حضرتك كده في 12 اغسطس كان وزير الاشغال هو اللي ركب الترام 12 اغسطس سنه 1993. وزير الاشغال العامه هو كان اسمها نظاره الاشغال العامه هو اللي كان، وكان قمه السعاده ان في يعني حاجه جديده موجوده عندنا على ارض مصر. فده بقى شيء طبيعي. وخليني اقول لسيادتك ان حضرتك بقى على معرض النقل الذكي وتقول لي ايه المذكرات اللي تم التفاهم بشانها وهل في استثمارات متوقعه قادمه لمصر؟
طبعا انا عايز اقول لسيادتك بس يعني ان احنا الموضوع مش انشاء فقط، ولكن بناء على توجيهات سياده الرئيس دايما توطين ونقل التكنولوجيا، انشاء عدد من المصانع. النهارده بيتم الاعلان عن مصانع الفلنكات، في ست مصانع، سبع مصانع جديده، ست مصانع الفلنكات، لاول مره في مصر مصنع للقضبان السكك الحديد. وخليني اقول لحضرتك مش فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن لانها تكون مصدر للتصدير والعمله الاجنبيه داخل الدوله المصريه، وضع مصر على خريطه الصناعه العالميه في هذا المجال، وخصوصا تفرد مصر بالصناعة ديت في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. النهاردة بيتم تخصيص 300 ألف متر مسطح في شرق بورسعيد، عندي منطقة في برج العرب للدخول يعني عندي هونداي روتيم في تأسيس شركة نيرك، شركة مساهمة مصرية، دخول في شراكات مع هونداي روتيم كأحد الشركات داخلة معنا في المنطقة الصناعية الخاصة بهذه الصناعات في 300 اللي هي ايه بالظبط الصناعات؟ خاصة بالوحدات المتحركة بقى، المونوريل والارتي والمترو، يعني كل الوحدات مثلاً؟ كل الوحدات الخاصة وقطع الغيار الخاصة، تفاصيل كتير وآلات جر كتير جدا. انا عندي كمان المفاتيح بتاعت سكة الحديد، أيوه، والإشارات والمزلق، كل التفاصيل والأجزاء اللي خاصة بالأجزاء الكهربائية داخل الوحدات المتحركة الكهربائية، سواء كان بقى زي ما متحرك هوندا روتين في شرق بورسعيد، عندي اليستوم الفرنسية في برج العرب، عندي التالجو في كومو برادي في فانيسويف. النهارده وصلنا لمرحلة ان احنا بدأنا نحول ورش وزارة النقل خاصة بالسكر الحديد لمصانع بتنتج وحدات وعربات بيتم تصديرها للدول الأفريقية دلوقتي. على سبيل المثال ولاس الحصر، ورش كومو برادي في فانيسويف عندي النهارده بتنتج وحدات عربات بيتم تصديرها للخارج. فيعني كون ان يتم الاكتفاء ذاتي، النهارده مصنع سيماف ولها عربات تصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، المزلنات الإلكترونية، كل ده طفرة غير مسبوقة بتحدث في مجال صناعة النقل فعلا على الأرض. عايز أسألك على، أنا شايف كمان في لانشات بحرية كمان، الأوتوبيسات يعني الأوتوبيس الترددي، الأوتوبيسات الكهربائية، الأوتوبيس العاصمة، كل ده بيتم تصنيعه دلوقتي. يعني كل ما هو ليه علاقة بمنظومة النقل سواء أوتوبيس أو بمكون مرتفع مصري. عايز أقول لحضرتك في بعض الأشياء وصل لمكون يعني محلي ل 90%. احنا عندنا خبرات حلوة في المنطقة. يعني النهارده إعادة تشغيل بيتم الإعلان عن إعادة تشغيل شركة نصر السيارات المصرية، كل دي طيب موارد موارد أساسية عندي بيتم تعظيم الاستفادة منها بشكل طيب كبير جدا. أسألك على نقل البضائع اللي هو بيبقى قاطرة السكة الحديد في العالم كله، يصرف على نقل الركاب، احنا وصلنا لفين في الموضوع ده؟ احنا عندنا إمكانيات كبيرة في المسألة دي. طبعا يعني أنا النهاردة بصنع في الهيئة العربية للتصنيع، وده تم عرضه في مؤتمر النقل الذكي، عربات الغلال والبضائع اللي تم تصنيعها في الهيئة العربية للتصنيع للحفاظ على الغلال. وخليني أقول لحضرتك الصورة كلها مرتبطة مع بعضها البعض، مشكلة الغلال والحبوب والقمح. النهاردة انت بتعمل مشروعات قومية للصوامع الخاصة بالقمح، ازاي بقى تحافظ على النقل من المصادر للموارد للكلام ده كله. ده اعظم حاجة للحاجات دي، وخليني اعظم من العربيات اللي في الشارع ومن المراكب ومن كله، طيارات مفيش. هو السكة الحديد بتتحمل احمال اعلى وبتخف الاحمال على الطرق، وبعدين محافظة على سرعتها وتوقيتها وسرعة. يعني القطار واحد ممكن يقعد اكتر من 10 عربيات نقل، فانا بخف الحمل على الطرق. عايز اقول لحضرتك في الفترات السابقه كان حصل تقليص لادوار بدائل النقل اللي موجوده، فما كانش في عندي غير بديل واحد بس هو النقل على الطرق. ده ادى الى ايه؟ ادى ان انا لازم اسمح او اغفل الطرف عن الاحمال القانونيه اللي مسموح بيها عشان اقدر اخف الضغط في المواني. انا النهارده وصلت السكك، عملت ربط بين كل المواني مع بعضها البعض، الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع اللي هيربط بين بورسعيد لغايه الاسكندريه مرورا بمدنيات كل المواني البحريه على البحر المتوسط، الربط بين السخنه الاسكندريه لمرسى مطروح مرورا بجربوكه مينا جديد تجاري على البحر المتوسط. كل ده الهدف منه تحسين الخدمة المقدمة، تخصيص حارات للنقل خرسانية لتحمل أحمال أعلى ومعدل تكرار أعلى. ده عارف شفته فين؟ في الطريق بتاع السخنة. طبعا الطريق الجديد بتاع السويس الزعفرانة في حارات معمول لها طبقه خرسانه تخن كده عشان تبقى للنقل بس. بالظبط، هي حارات مخصصه لعمليه النقل لتحمل احمال اعلى ومعدل تكرار اعلى. خليني اقول لحضرتك ان عمليه التطوير لسه ما انتهتش، والنهارده عندي ميناء شرق بورسعيد خد احسن 10 ميناء على مستوى العالم، سبق هونج كونج. اخر حاجه عشان فاضل لي دقيقتين بس، عايز اعرف ما كشفت عنه الوزاره في القطار الكهربي من دور للقطاع الخاص، لان دي نقطه مهمه جدا العالم كله بيشترطها دلوقتي، نسبه وجود شركات القطاع الخاص في منظومة تطوير النقل في مصر. بيتم الإعلان عن الشراكات سواء داخليا أو خارجيا. عندي في الإنشاء عندي العرب وأوراسكوم والسويدي داخل في عملية الإنشاء.
عندي بيتم الإعلان النهاردة عن دخول في شراكات لإتمام المراحل المتبقية من الـ LRT سواء الوصول 10 من رمضان أو استكمال خط الوصل العاصمة الإدارية الجديدة. أنا بقول لحضرتك مصر مفتوحة لدخول في شراكات مع كبريات شركات عاملة بتتسابق للدخول النهاردة في السوق المصرية. يعني في مذكرات تفاهم كتيرة بيتم عملها على هامش المؤتمر، بيتم الإعلان عن أفكار كتيرة. يعني النهاردة وزير النقل لم يعلن عن فكرة الأتوبيس البرمائي إنه يبقى ممكن يبقى يعني كان عندنا جزء في يعني فدي كلها خلي بالك من جوزو كان مصورين في الأتوبيس النهري الجميل ده. لا ده الأتوبيس البرمائي ده هيمشي في البر وممكن ينزل ده هو هو نفس الوحدة يعني ده دي وفي يعني أنا عايز أقول لسيادتك فالنهاردة أنت مفيش سقف لتحقيق كل الطموحات وكل ما تتطلبه الأمور على أرض الواقع في الدول المصرية. شكرا جزيلا فنشرفتنا. شكرا جزيلا دكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الدكتور في كلية هندسة جامعة بني سويف في تخصصات مواني مطارات نقل طرق. بشكركم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة.